رسالة محبة إلى الوطن يشارك فيها شعراء من كافة المحافظات السورية ضمن فعالية الملتقى السوري للثقافة والشعر في حديقة البطرن باللاذقية. يشارك اليوم 27 شاعر من عدة ملتقيات. الفقرات هناك فقرات أدب وشعر وفقرات فن وفلكلور، ويشاركنا أيضا منتديات طبعا من حمص ومن دمشق وأيضا الأخوة من فلسطين. نشعر بالسعادة عندما نحضر أي ملتقى، لأن هذه الملتقيات تجمع الشعراء والأدباء من كل أصقاع الوطن العربي ومن كل جنبات القطر العربي السوري الصامد السيد في كل المواقف الوطنية الكبيرة. أنا الملتقى السوري للثقافة كان دائما على تواصل مع جميع الملتقيات وعلى صنع هكذا ملتقيات ومهرجانات واحتفاليات. طبعا هالشي بيدعم كتير الشعر والشعراء اللي لسه ما بيكونوا أصلا ناس بتعرفهم على السوشيال ميديا وكذا، بيجتمعوا بهذا فبيكون لهم فرصة لحتى يوصلوا لمطرح ما هنن لازم يوصلوا. في كتير ناس يعني مو بالضوء مثل الشعراء الكبار كتير، فهدول لازم ياخذوا فرصتهم، وهيك ملتقيات أكيد بتعطيهم الفرصة لحتى ياخذوا الفرصة المناسبة بمجال الثقافة. نحن اليوم لنوجه رسائل عن محبتنا للوطن، والكثير الكثير من رسائل المحبة يستحقها وطننا. وطني، في البدء كنت، من أزقتك تنفس الإنسان، تقطات الطيور من قمح كتفيك، ترسم ملامح الأمس بعيون الغد أبجدية الحضارة، نرسم أبجدية الوجود والخلود بعد الحياة وبعد القيامة. فقرات فنية وشعرية يقدمها الشعراء للتأكيد على أهمية الشعر في الثقافة العربية، ورقصات فنية فلكلورية للأطفال تعبيرا عن محبتهم للوطن. هالملتقيات عم بتساهم بنشر الثقافة، خصوصا عم بيجينا شعراء من خارج المحافظة، وفي جزء منهم جايين كمان من منظمة التحرير أو من فصائل المقاومة الفلسطينية، فبتم التفاعل الإيجابي بين الجميع. غير الثقافة حتى تواجدهم وحضورهم عم بيكون ممتاز معنا. بالنسبة للفرقة أنا بنبسط لما شفت هلأ كل الفئات العمرية تقريبا مشاركة، يعني عندك من الأطفال الصغار للكبار وللجداد، فلما منعين هيك أمسيات شعرية، عزف عود، في عندنا فرقة نحاسية كمان شاركت، يعني كان ملتقى هادف، وصل رسالة حلوة، كان شيء كويس كثير. نحن اليوم رح نقدم رقصات فنية تعبر عن التراث السوري، التراث الفلسطيني والتراث السوري، وهي موهبة بنحسها هيك بتمشي بدمنا، يعني كثير بنحب هالموهبة. تقليد دوري للتأكيد على أهمية الثقافة ودورها في ترسيخ القيم والحفاظ على التراث السوري العريق.